محنيكم وخاصة من مدينة كفر الزيات، مع أن اللغة الكبيرة الدكتور محمد إبراهيم العطار أخصائي ألزام القصور والمفاصل الصناعية وألام العمود الفقري وتصليح تشوهات قدمي الأطفال بدون جراحة. برحب بحضرتك يا دكتور معانا النهاردة في البرنامج. أهلا وسهلا بك يا دكتورة، منورانا وإن شاء الله تكون حلقة قيمة يستفيد منها الجميع بإذن الله. بإذن الله. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا، نقول عليه مرض العصر أو مرض القديم والجديد، اللي هو بيعاني منه أكتر من شخص أو تقريبا يعني كل المصريين، اللي هو موضوع خشونة الركبة. لو اتكلمنا عن خشونة الركبة حضرتك هتقولي إيه بالضبط كده في التعريف الأول، يعني إيه كلمة خشونة الركبة؟ لو جينا نعرف خشونة الركبة هو عبارة عن مرض الفصال العظمي، بمعنى التهاب المفاصل العظمية الذي يسبب تآكل في الغضاريف المقبطنة لمفصل الركبة، فبالتالي بينكشف العظم أو الغضروف بيبقى رؤية جدا، فبالتالي تظهر أعراض الألام، المفاصل، التيبس، الحاجات دي كلها، وهذا هو خشونة الركبة. دكتور، ده معرفة الموضوع نفسه خشونة الركبة، عايز أعرف من حضرتك إزاي المريض يعرف عنده شو الفرق ده عن طريق تشخيص حضرتك. التشخيص عايز اعرف من حضرتك بيتم ازاي، هل هو كشف سريري بس ولا اشعاعات وتحاليل وكلام من ده، ولا يعني في راي حضرتك ايه ان المريض عندي النهارده التهاب مفاصل بيفرق عن شو الركبه عن الكلام ده كله، تحديدا تشخيص الموضوع بيبقى ازاي؟ لو جينا نتكلم عن التشخيص لازم نتكلم اول على الاعراض. المريض بيشتكي من ايه؟ ايه اللي بيخليه يجي للعياده؟ ايه اللي بيخليه يقول انا عندي مشكله في الركبه ولازم اتحرك واعرف المشكله عشان نوصل للتشخيص؟ الاعراض اللي المريض بيحس بيها الاول، اولا التهاب المفصل، الم في المفصل، ممكن يقوم من النوم يلاقي فيه تيبس في المفصل، ممكن يلاقي فيه تورم في المفصل، ممكن يسمع طقطقه او صوت خراشه في المفصل، ودي اكتر حاجه بتقلق وخصوصا الستات. صحيح. تمام. ممكن يجي لي بعد كده في المراحل المتقدمه، لان الخشونه مرض صامت على فكره، مش كل المراحل بتاعته فيها الم. يجي لي بتشوه المفصل، عنده اعوجاج في المفصل، اعوجاج في الساقين، يجي يقول لي يا دكتور انا بقيت في رجلي معوجه عن الثانيه. في ممكن يجي لي يقول لي انا عندي بقى في نسبه عرق كده. طب انت حصل لك حادثه؟ حصل لك كسر؟ لا. دلوقتي عشان نشخصه اولا لازم نبدا بالفحص السريري، لازم نسمع المريض الاول، نقول انا عندي الاعراض الفلانيه اللي احنا زي ما عددناها من شويه، الاعراض دي بتقيم الدنيا اخبارها ايه. بعد كده بندخل على الفحص السريري، فحص المريض من الالف للياء، مجرد دخول المريض للعياده، طريقه مشيه، طريقه كلامه، الحركه، بيعرج ولا لا، بيكز على رجله ولا لا، ماسك ركبته ولا ماسك الاثنين، بيشتكي من واحده ولا من اثنين، طب الركبه دي ملتهب ولا لا، الركبه دي ورمه ولا لا، الركبه دي فيها احمرار ولا لا، الركبه دي بيتالم في انهي وضع اكتر. خلصنا من الفحص السريري ندخل بعد كده على التشخيصات الثانيه. اولا نبدا بالاشعاعات السينيه، الاشعه بتقول لي كثافه العظم في المفصل اخبارها ايه، بتقول لي المفصل فيه تاكل في انهي جزء في المفصل، بتقول لي المفصل ده فيه تشوه ولا لا، بتقول لي كثافه او المسافه بتاعت الغضروف كويسه ولا لا. بنرتقي للمستوى الاعلى شويه، ان احنا في بعض الحالات بنطلب لها اشعه رنين مغناطيسي عشان نقيم الغضروف، نقيم الاربطه، نقيم درجه التاكل اللي موجوده، نقيم ثبات الركبه، لان في بعض الاحوال المريض عنده قطع في الرباط الصليبي بيؤدي الى خشونه الركبه لعدم ثبات الركبه، فلازم نوصل للتشخيصات دي عشان خاطر نشوف الدنيا اخبارها. في عندي اسباب تانية، ترقق العظام او هشاشه العظام، فبضطر اعمل اشعه الدكسر، اشعه كثافه العظام عشان خاطر اشوف هل ده السبب ولا مش ده السبب، بس طبعا ده مش كل الناس، الناس اللي عندهم اعراض الهشاشه فقط لا غير. خلصنا من الكلام ده كله، بنعمل بعض التحاليل بنقيم بيها نسبه الكالسيوم، نسبه الالكالين فوسفاتيز، نسبه فيتامين د، لان دي اسباب من اسباب ضعف العظم لو فيها عجز او فيها مشكله. بعض الناس اللي عندهم مشكله في غده، في بعض الغدد والهرمونات في الجسم بتؤدي الى ترقق العظام، يدخل لي برضه في هشاشه، يبقى انا مش عندي كل الاعراض اللي موجوده بصوره مباشره، لا ده انا عندي في اسباب مدفونه لازم ابحث عنها، طالما وصلت للتشخيص يبقى انا هعالج صح ان شاء الله. طب دكتور محمد، انا حضرتك قلت كده التشخيص بيتم ازاي؟ انا يهمني اعرف دلوقتي الفئه العمريه اللي ممكن يحدث فيها هذا المرض الخطير اللي هو خشونه الركبه، اللي طبعا يكاد يكون زي ما قلت لحضرتك بيشتكي منه معظم الناس. الفئه العمريه اللي قدامي ممكن يحصل معاها خشونه الركبه تحديدا كده؟
اكتر الناس العرضه للخشونه اولا مش هنقول العمر بس، ده انا عند العمر والسن والوزن وممكن بعض العوامل الوراثيه، ممكن بعض العوامل الداخليه او الخارجيه. لو جينا في الحاجه الخاصه بالجنس عندي الستات اكتر عرضه للخشونه وللهشاشه من الرجاله، لانه بيمروا بمراحل كتير قوي في العمر، سواء بقى البريود الشهريه الدوره الشهريه بتاعتها، سواء ان هي حمل، ولاده، رضاعه، سوء التغذيه، دي العوامل الداخليه. ممكن ندخل بعد كده لو حصل حادثه، لو حصل كسر في المفصل بتؤدي لي الى وجود الخشونه. بالنسبه للرجال والستات، الستات تلتين والراجل التلت، الرجاله التلت، يبقى انا عندي الاكثر عرضه الستات. لو جينا في الفئه العمريه عندنا كان مشهور زمان ان من فوق 35 او بعض الناس كانوا بيقولوا من 45 في بعض البلاد لحد فما فوق بقى، دول اكثر ناس عرضه للخشونه. ولكن وجدنا مؤخرا بعض الشباب، بعض الاطفال بيدخلوا في الخشونه لاسباب صحيه كتيره قوي، سواء الامراض اللي بدات تنتشر، سواء العادات السيئه، سواء بقى في القعده في النوم، غذائيه وعادات يوميه. انا عندي واحد قاعد على التلفزيون او قاعد على الكمبيوتر او قاعد على اللابتوب او قاعد على الموبايل 24 ساعه ما بيتحركش، ما بيعملش، ما بيمارسش رياضه، هيدخل في خشونه مع انه لسه ما عملش حاجه في حياته، ما اشتغلش، ما استهلكش المفصل، ولكن ضعف ورا ضعف ورا ضعف، تحميل في اوضاع غلط يدخلني في خشونه الرب. في عندنا العامل الوراثي في بعض الحاجات، قال في بعض الدراسات قالت ان في جزء من العامل الوراثي في جين من الجينات بيبقى موجود، وخصوصا بيبقى غالبا في الستات بيبقى بيؤدي الى ضعف الغضاريف، ضعف العظام، فبالتالي المريض بيدخل في الخشونه المبكره، تظهر قوي في السن المبكر خصوصا للسيدات. يعني كده بعرف من حضرتك ان الفئه العمريه مش مقياس طبعا، احنا قلنا كله متعرض دلوقتي سواء اطفال سواء كبار، لكن العامل الوراثي طبعا ده مهم في الموضوع. طبعا اكيد السمنه ده ليه يعني عامل كبير قوي في موضوع الخشونه، لان كل ما زاد الوزن طبعا اكيد بيأثر على الركبه، وده اللي عايزه اعرف راي حضرتك فيه، موضوع السمنه سواء للرجال او السيدات تاثيره ايه تحديدا على موضوع خشونه الركبه. يا ريت حضرتك برضو تفصل لنا النقطه دي. حضرتك اصلت نقطه مهمه جدا، اولا الخشونه از مرض لايف ستايل ديزيز، بمعنى مرض بيعتمد على اسلوب الحياه. مش كل الناس اللي بتشتغل وبتعمل مجهود بتخش بخشونه، ولكن كل الناس اللي بتاخد اوضاع غلط وتحملات غلط حتى لو ما بتمارسش ضغوط كامله على المفصل بتدخل في خشونه. حضرتك اثرت نقطه الوزن، الوزن ده بيعاني منه دلوقتي، كنا بنقول زمان الستات، دلوقتي الستات والرجاله والشباب السمنه المفرطه، الوزن الزايد مع قله ممارسه الرياضه مع ضعف العضلات مع ضعف الاربطه عامل مهم جدا 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 في ظهور الخشونه المبكره وفي زياده اعراض الخشونه في وقت قليل. كنا الاول بنقول المريض بيبدا الخشونه من سن 35 او 45 ويبدا الاعراض او يوصل للمراحل المتقدمه بعد ال 50 وبعد ال 60، دلوقتي لا، بقينا بنشوف شباب في مراحل سنيه صغيره وصلوا لمراحل متقدمه بسبب الاوزان الزياده، بسبب التحميلات الزياده، بسبب سوء العادات السيئه اللي بيمارسها في يومه في الضغط. طب حضرتك وضحت لنا موضوع السمنه فعلا مرتبطه على خشونه الركبه. في حاجه مهمه، نقص الفيتامينات المعينه للجسم هي برضه من اسباب تعرض اي شخص لخشونه الركبه، وخاصه فيتامين د. طبعا حضرتك المعلومه دي هتوضحها لي دلوقتي حالا، حكايه نقص الفيتامينات اللي الناس مش متداوله خالص ان هي ده اسباب من اسباب خشونه الركبه. فممكن حضرتك تكلمنا في النقطه دي تحديدا هتقول لي ايه؟ نقطة مهمة جدا، فيتامين د مهم جدا جدا خصوصا في فئة الشباب. عندي عادات سيئة كتير قوي، عندي أوضاع كتير قوي خلت عندي نقص كتير في فيتامين د في فئة عمرية كبيرة قوي. أولا فيتامين د بيبقى موجود في الجسم بصورة إن أكتف، ربنا خلقه في بصورة غير نشطة، بيتأكتف لما بتعرض لدرجات حرارة من الشمس وموجات معينة من الشمس في توقيتات معينة من اليوم، وأفضلها أول ساعتين في اليوم بعد الشروق وآخر ساعتين في اليوم قبل الغروب، بيحصل أكتيفيشن للمادة تحت الجلد فبستفاد بيه. عندي مشكلة تانية، أنا عندي الناس كتيرة اللي هي بتاخد حاجات فيها مواد حافظة، الجانكي فود زي ما بيقولوا يعني، تمام، بتدمر لي الغذاء، بتمنع امتصاص فيتامين د من الغذاء اللي موجود في المعدة، فبالتالي انا ما بستفادش منه بحاجة. تاني حاجة، عندي بعض الهرمونات في الجسم ساعة ما بيحصل فيها خلل زي هرمون الغدة الدرقية، بيحصل خلل في الكالسيوم وفيتامين د في امتصاصه وترسبه جوه العظم نفسه، فبالتالي فيتامين د نقطة مهمة جدا جدا لازم نهتم بيها. في ناس كتير قوي بتهتم بالكالسيوم بس ما بتهتمش بفيتامين د، مع ان الاثنين
اخوات ماشيين في طريق واحد لازم الاثنين يبقوا في طريقين ماشيين مع بعض عشان خاطر نوصل لنتيجه كويسه في علاج الخشونه. طب دكتور محمد احنا هنتكلم عن بالنسبه لموضوع خشونه الركبه للسيده الحامل. السيده الحامل طبعا تكاد تكون بيستهلك منها قدر كبير جدا من الكالسيوم اثناء الحمل اثناء الرضاعه، مهما اخذت برضو من يعني مثلا مقويات مثلا العظام والكلام ده، مهما عملت حاجه برضو في هنا عندها فقد كبير جدا في الماده العظميه عندها بسبب الرضاعه والحمل. دي حضرتك ممكن تنصحها بايه او تقول لها ايه في خلال فتره الحمل ما قبل الحمل وبعد الحمل وفي اثناء فتره الرضاعه؟ طبعا الست الحامل اكثر عرضه لدخول نقص الكالسيوم في الجسم، فبالتالي لو عندها بدايات هشاشه او بدايات خشونه هتزيد. طب انا انصحها بايه؟ اولا اللايف ستايل بتاعك لازم يتغير من قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل. مفيش حاجه اسمها ما باكلش، مفيش حاجه اسمها الاكل ده مش كويس، لا في عندي حاجات مهمه لازم اخدها. في 6 انواع مهمه جدا في الاغذيه لازم نهتم بيهم لو جينا نعدهم عشان يحفظوهم ورانا. اولا السمك المشوي يكون سمك طازج، اللبن، البيض، الجبنه القريش، طبعا سيبنا من الجبن المطبوخه الحاجات اللي عليها مواد حافظه، الخضروات والفواكه، الحاجات اللي مفيش بيت مفيهوش الكلام ده ولكن المهم ناكله وناكله بصوره صحيحه. نبقى عن الحاجات اللي فيها مواد حافظه كلنا عارفينها، مش هنعد اسماء عشان خاطر ما يعدوش علينا. لا، كل الحاجات اللي فيها مواد حافظه ممنوع عشان خاطر هتاثر عليك، هتاثر على الجنين. بالمناسبه الجنين بياخد الغذاء بتاعه كامل بس على حساب صحتك، فانت لو ما عوضتيش مش هتلاقي بعد كده كالسيوم في جسمك. بلاش يا اخوانا دكاتره النساء، اهتم جدا بالمريضه بتاعتك في فتره الحمل، زود لها نسبه الكالسيوم المناسبه ليها على ضوء التحاليل الموجوده. نهتم بفيتامين د، نهتم بالتغذيه وناكد عليها عشان ما تجيليش بعد كده بمضاعفات ونكون في ظهور متاخره او في مرحله متاخره، يبقى العلاج بتاعها صعب شويه. اكيد. طب دكتور محمد احنا تطرقنا بقى من السيدات الحوامل الى حاجه ثانيه خالص بنتكلم فيها مع حضرتك، مواد الكورتيزونات كلها دي سبب رئيسي في وجود هشاشه العظام وبالتالي خشونه الركبه ولا ملهاش علاقه؟ انا معتقد ان الكورتيزونات بانواعها يعني من الاسباب اللي ممكن تؤدي كده، بس ده طبعا اسمع اجابه من حضرتك. حضرتك اخترتي نقطه مهمه جدا. اولا الكورتيزون لو بنستخدمه كعلاج فاحنا مضطرين نتعامل معاه، لكن لو بنستخدمه كرفاهيه، وبعض الناس هيزعلوا من الكلمه دي وخصوصا بعض الستات اللي بيدوروا على التجميل والكلام ده، حقن الكورتيزون اللي ملوش لازمه، حقن الكورتيزون عشان خاطر وشك يورد ويحمر وتبقي جميله في وش في عيون جوزك هيأثر عليك، هيوديكي في مشاكل، بيزود لنا نسبه حدوث السكر في الجسم، السكر في الدم، بيزود لنا الهشاشه في العظم، بيزود لنا نسبه الخشونه في المفاصل وخصوصا مفاصل الركبه ومفاصل الفقرات اللي بتخليك تعاني بعد كده. فيا ريت نصيحه مني لاخواتنا كلهم سواء الرجاله او الستات، لو مفيش ضروره لاخد الكورتيزون ما ناخدوش، لان هو مفعول السحر بيعمل حاجات كتير قوي ولكن اضراره كتير قوي لو ما التزمناش بالجرعات المقرره بالمواعيد المقرره، ولازم يبقى تحت استشاره طبيب مش اي حد ياخده ومش لاي سبب ناخده. طب دكتور محمد لو اتكلمنا في النقطه دي عن مريض السكر وهشاشه العظام او مثلا ضعف العظام تحديدا عند مريض السكر، حضرتك هتقول لي ايه؟ مريض السكر من الفئه التي تعاني من هاي ريسك ان هو يدخل في خشونه العظام وهشاشه العظام الاثنين. السكر بيعمل لخبطه في الجسم كله. لو قلنا السكر غير منتظم، السكر عالي فترات طويله، السكر عالي على النسب اللي الجسم بيستحملها، بيبقى بالنسبه لي هنقولها بجمله بسيطه خالص عامل زي ميه النار، بياكل في المفاصل والاعصاب وفي العظم وفي الاربطه. فبالتالي نصيحه لكل اخ وكل اخت عندهم سكر او بيعانوا من السكر، استشير طبيبك، خد العلاج مناسب، ظبط اكلك، ظبط عاداتك عشان خاطر صاحب السكر ما تدخلش في اي مضاعفات، عشان خاطر الخشونه لما بتيجي ما بتروحش وما بتزيد ما بتقلش. طب دكتور محمد نكاد نكون تطرقنا اكتر من شق في خشونه الركبه، لكن اعرف حضرتك علاج خشونه الركبه بالنسبه للعلاج، طبعا العلاج مقسم لشقين، شق دوائي او تحفظي وشق جراحي. عايز اعرف من حضرتك امتى بنلجا للدوائي وامتى بنلجا للجراحي وايهما افضل في نظر حضرتك؟ لو جينا نتكلم عن علاج الخشونه مراحل كتيره قوي بنمر بيها، مراحل كتيره قوي من العلاج لازم نلتزم بكل مرحله بما يناسبها سواء للمريض او لنوعيه الخشونه او لنوعيه الادويه اللي بياخدها.
بنبدا الاول بمضادات الالتهابات النون ستيرويدال. ليه؟ دي بتقلل الالتهاب فبالتالي بتقلل الضعف اللي بيحصل او اللود اللي بيحصل على العظم والغضاري، فبالتالي بنوقف الخشونه عند حدها زي ما بيقولوا. في عندي ادويه موضعيه وادويه سيستماتيك، سيستماتيك منها اقراص ومنها حقن. في عندي الادويه الموضعيه الدهانات والاسبيري والحاجات الموضعيه. في عندي الحاجات اللي بنستخدمها عشان نحسن كفاءه المفصل، في عندي الكولاجين، وده يعني في الفتره الاخيره عامل طفره كويسه في بعض النوعيات اللي موجوده بتساعد للمريض اللي هو في المرحله الاولى او في بدايه المرحله الثانيه من الخشونه ان الركبه يتحسن وضعها شويه، ان الركبه تبقى لينه او سلسه في الحركه، فبالتالي بيقل الضغط على الغضروف. وانا منعت الالتهابات بالادويه، ولكن اللايف ستايل كل ما خف الحمل على الركبه، كل ما خف المضاعفات على الركبه، ما بدخلش في التهابات بسهوله. يبقى انا امشي في السكتين ان انا اخف الحمل على الركبه، ما اقفش كتير، ما امشيش كتير، ما اقعدش واتذنب كتير، ما اتعرضش لسقعه ورطوبه بصوره كبيره عشان خاطر اقلل حدوث الالتهابات. بس مجرد التهاب ما يحصل لازم اعالجه في البدايه. مضادات الالتهابات ايا كان نوعها، ان انا اتعامل مع المفصل بكل احترافيه. ابسط حاجه اعملها عشان ما اقصرش في حق نفسي، كمادات المياه الدافئه مهمه جدا جدا جدا. كل ما تظهر عندي اعراض ما استناش شهر وشهرين وسنه وسنتين بعد كده ابدا ادور، لا، اول ما تظهر اعراض التهابات على المفصل لازم اسال الطبيب او استشير الطبيب عشان خاطر اتعالج، عشان الخشونه ما تزيدش مني في خلال سنه سنتين، لا ده هتزيد مني على مدار 10 15 سنه، يبقى انا طولت فتره العمر بتاعه المفصل وهو سليم. طيب خلصنا كده من العلاج العادي. طيب في عندي بعض الادويه اللي موجوده بستخدمها ولكن علاجات مؤقته، دي بنستخدمها في بعض الحالات المتوسطه، بنستخدمها في بعض الحالات الحاده زي حقن المفاصل. حقن المفاصل ايا كان نوعها، في عندنا انواع مشهوره جدا عند الناس ودي اشهر حاجه، حقن الكورتيزون في المفصل بنلجا ليها في بعض العيانين زي عيان الروماتويد عنده التهابات في المفصل روماتيزميه مش هتخف، فبنعمل لها شغل موضعي زي حقن الكورتيزون بيحقنه عشان يقلل الالتهاب، في نفس الوقت بيعمل لي ماسكنج للبين بيغطي لي على الالم، فالعيان اللايف ستايل بتاعه بيتحسن شويه. عندي حقن الزيت زي ما بيسموها، ولكن هي الهيالورونيك اسيد، ماده زيتيه بنلين بيها المفصل عشان خاطر نقلل احتكاك العظم ببعضه عشان المفصل يبقى بصحه جيده. في عندي حقن البي ار بي، ودي طبعا في خلال الثلاث سنين الاخيره عامله طفره كبيره جدا، بتحسن لي كفاءه الغضاريف، بتحسن لي كفاءه العظم، بتعمل لي بايوفيلم على العظم المتاكل، فبالتالي بتقلل البين، بتقلل المشاكل بتاعه المفصل. خلصنا كده من العلاج التحفظي، خلصنا من العلاج الحق، ندخل على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مهم جدا، لان كل ما يبقى عندي ضعف في الاربطه في العضلات حوالين المفصل بدخل في مضاعفات بسهوله، فبالتالي بلجا للعلاج الطبيعي. طبعا زمايلنا وحبايبنا اخصائيين العلاج الطبيعي متمارسين اكتر في النقط دي، بنبدا مع المريض بدل ان احنا نعالج الالتهابات، وهو بيبدا معاه بيحسن لي كفاءه المفصل في الاربطه والعضلات عشان المفصل ما يبقاش التحميل بون اون بون، عظم فوق عظم، لا لازم احافظ شويه على التون، لازم احافظ شويه على البايوميكانكس، لازم احافظ شويه على التحميل، فبالتالي بنلجا للحلول دي كلها. طب انا وصلت المرحله المفصل تاكل تماما، ما عنديش اي حاجه ممكن اقدر اعملها، في النقطه دي لازم العلاج الجراحي. العلاج الجراحي بيعتمد على اسس كتيره قوي، من اهمها ان المريض وصل لمرحله من الالم ما بيخفش مع اي مضادات للالتهابات ولا حتى مسكنان. طب انا ده وصلت المرحله المفصل تاكل وتاكل في المرحله الثالثه او الرابعه وخلاص المريض مش قادر يمارس حياته، لازم ادخل عشان خاطر ارجعه تاني لللايف ستايل كويس، ان العيان يعيش من غير الم، ودي اهم حاجه في التدخل الجراحي. في عندي من اول ان انا ادخل بالمنظار اعمل تنظيف للمفصل، غسيل للمفصل، ان انا اشيل الزيادات العظميه، ان انا اعمل صنفره للمفصل، ان انا اشيل الجزء الغضاريف المتاكله لغايه ان انا ممكن اغير المفصل كامل، او في عندنا دلوقتي تغيير جزئي في المفصل، بغير نص المفصل بس، وده في بعض الحالات اللي فيها تاكل في الجزء الداخلي بس او الخارجي بس بالمفصل، بندخل نغيره، بنصلح العوجاج اللي موجود، بنصلح الزاويه اللي موجوده، بنحسن كفاءه المفصل، العيان بيعيش باقل الم، ولكن كل مريض لظروفه، مش كل مريض ينفع له جراحه. تمام. فاحنا بنتعامل على اساس المريض، الحاله الموجود فيها المفصل، الحاله البدنيه عموما للمريض، التكلفه طبعا، لان في بعض المفاصل تكلفتها عاليه لو المريض ما بيقدرش. دلوقتي الدوله يعني ميسره الموضوع ده، بنعمل نفق الدوله للمريض ما بنكلفوش حاجه، والحمد لله عاملين سكور في الكلام ده يعني. بس الحمد لله وصلنا لنتائج هائله جدا في السنين الاخيره دي، في عدد الحالات باقل مضاعفات
وبأعلى كفاءة، الحمد لله الناس بتستجيب، ولكن نفسي الناس ما توصلش نفسها لمرحلة الجراحة. بيقلق دكتور الحكاية، أسفة مقاطعة حضرتك، موضوع مفصل الركبة بيقلق ناس كتير جدا. أعمل مفصل ده يعني مشكلة كبيرة قوي، بعد كده هيحصل لي حالة عجز كامل. المعلومة الخاطئة دي تكاد تكون منتشرة كتير جدا بين الناس، أنا نفسي بسمعها كتير، أعمل مفصل ركبة لا، ده أنت لو عملتيه هتبقي عجزة، إنسانة عجزة مش هتعرف تمشي مش هتعرف تتحرك. المعلومة دي أنا عايزة حضرتك تتكلمني فيها يعني بطريقة مبسطة أطمن بيها المشاهد دلوقتي، إن موضوع مفصل ركبة مش الكلام بتاعنا على كثافة العظم الموجودة، نوعية المفصل المناسب للمريض، عندي أنواع كتيرة ومش كل مريض يركب له نفس النوع. عندي كفاءة العظم نفسه هيشيل المفصل ده قد إيه، المريض ده عرضة للعدوى ولا لأ، المريض ده عنده ضعف عام في جسمه ولا لأ، المريض ده يستحمل التدخل الجراحي ان جنرال ولا لا. تاني حاجه عندي الوقت اللي انفع اتدخل فيه للمريض، لازم نختار وقت مناسب. انا المريض دلوقتي جاي لي في مفصل متاكل تماما على الناحيتين وعايزني اعمل له عمليه، هو اللي جاي يطلب. طب انت دلوقتي يا استاذنا الفاضل عملت تحاليلك وما انتش قادر، يعني صحتك بدنيا ما تقدرش، فما اقدرش اتدخل، هيبقى اللود عليه، لا انا مش هضحي بالمريض بتاعي. تاني حاجة انا المريض ده جاي لي وعنده بؤرة صدادية في الجسم ايا كان سببها، مش هعمل لك عملية لان العملية بيتحكم عليها بالفشل من قبل ما تبدأ. تاني حاجة عشان اطمنك ان عملية المفصل اسهل من اي حاجة تانية، عملية المفصل لو اخترنا الوقت المناسب ليها ان انت هترجع لحياتك تاني، لو اخترنا الوقت المناسب ليها ان حضرتك العظم بتاعك يستطيع انه يشيل المفصل ويستحمل المثل اللي هنحطه، لو استطعنا مع بعض ان احنا نأهل قبل العملية ونأهل بعد العملية، صدقني عملية تغيير المفصل أسهل بكتير قوي من عمليات تثبيت الكسور العادية، طالما بيعتمد على مهارة الجراح والإمكانيات البدنية للمريض. فلازم كل ده بيجتمع مع بعضه عشان نوصل لأعلى نتيجة لحضرتك، عشان حضرتك ما تبقاش خايف ومقلق. ومش كل مريض يجي يقول أنا عايز أعمل عملية بنعمله، لأن دايما بنغلب كافة المنفعة عن كافة المضاعفات. لو الاثنين تساووا بنقعد نتفق مع بعض، لو المنفعة زادت بنتفق مع بعض، لو المنفعة أقل من الضرر أو من المضاعفات حضرتك يبقى ما ينفعلكش جراحة. والنقطة دي سهلة جدا، بس الناس لازم تتدخل في الوقت المناسب. دلوقتي سؤال دكتور محمد اللي هيزعل برضه ناس كتير مني من صحابات الشركات، أنا مش بقول كل الشركات طبعا، الأدوية اللي هي بتعرضها على شاشة التلفزيون دي أدوية كلها مش كويسة، لكن في حاجات بتظهر كده خد البرشام ده أو الدهان ده تمام هيوصلك لحد باب البيت، بعدها مش هتحس بحاجه اسمها خشونة ركبة نهائي. طبعا بما ان حضرتك ده تخصصك الاساسي، عايز اسمع حضرتك الاجابه على السؤال ده. حلو، هو سؤال مش محرج ولكن مقلق، مقلق لكل واحد ممكن عنده امل ان هو يستخدم الحاجات دي واحنا هنفقده الامل. لا انا مش هفقدك الامل، ولكن اعتمد دايما على جملتين، خشونه لما بتيجي ما بتروحش وما بتزيد ما بتقلش، فانا كل ما احافظ على نفسي مش هضطر استعمل الحاجات دي، لان اغلبها مسكنات، اغلبها ما بتوقفش الخشونه عند حدها، بتعمل ماسكنج للالم فقط لا غير، بتقلل لك الالم فبالتالي بتعيش حياه. ناس كتير تقول لك وماله انا عايز اعيش من غير الم بس، بس حضرتك بدل ما كنت هتعيش بدل ما كنت هتعالج الالتهابات وتعيش حياتك بالمصر بتاع 5-6 سنين من غير مشاكل، لا حضرتك بتعجل بالانتهاء كفاءة المفصل بتاعتك في خلال 6 شهور او سنة، لانك هتفضل تحمل عليها كتير. قصة ان بيقول لي خد البرشامة دي او خد الدهان ده وهتعيش حياتك طبيعية جدا ولا كأن في خشونة، لا انا بختلف مع حضرتك بالكلية، مش جزئيا بالكلية، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. المريض لازم يهتم ولازم يلتزم ولازم يستعمل العلاج المناسب، مفيش حاجة اسمها العلاج السحري، مفيش، مش موجود، والا كان هيبقى جزء كبير قوي من الطب بتاعنا ملوش اي لازمه. ليه الطب موجود؟ ليه الاختلافات موجوده؟ لان ربنا عامل لكل داء دواء، فاذا وافق الدواء الداء كان شفاء من عند الله سبحانه وتعالى. لكن هنستخدم الحاجات السحريه، ما انا ممكن احط لك كورتيزون ومش هتحس بالالم خالص، بس ما عالجتكش. ممكن اديك مسكن قوي قوي، ما هو اقول لك انت خلاص خفيت وما عندكش خشونه، وتبقى خفيت جدا جدا جدا، بس مجرد ما توقفه يرجع الالم تاني. كلفت فلوس، كلفت كيماويات داخله جسمك، اتكلفت ان انت استهلكت مفصلك في وقت قليل جدا وانت محتاجه جدا، ما تقدرش من غيره. شكرا لسؤال حضرتك الجميل ده. ميرسي يا دكتور. فاضل حاجه صغيره، هي صغيره جدا بس تكاد تكون مهمه الحلقه النهايه. نصايح حضرتك العامه ايه لاي مريض خشونه ركبه تدخل في هذا المشوار؟ عايز اعرف حضرتك نصايحك العامه ايه.
النصايح هتكون للمريض اللي ما جالوش خشونه، والمريض اللي عنده خشونه، والمريض اللي عنده خشونه مزمن. اللي ما جالوش خشونه، حسن اللايف ستايل بتاعك، مارس رياضه منتظمه والتزم بيها، حسن التغذيه بتاعتك، حسن عدد ساعات النوم، صدقني مش هتحس بخشونه خالص. طب اللي جاله خشونه لازم تمارس رياضه عشان خاطر المفاصل كفائتها بتزيد مع الرياضه المنتظمه، لازم تاخد الادويه المناسبه في الوقت المناسب عشان خاطر الخشونه ما تزيدش عليك وندخل في مشاكل. انت اعمل تغيير مفصل ولا لا، ان انا اتدخل جراحه ولا لا، تبقى مضطر تعمل حاجه هايلي ادفانسد. لا، طب المريض اللي دخل في خشونه خلاص اوريدي متقدمه، نصيحتي ليه الرياضه الخفيفه اللي هي التمارين الخفيفه، بمعنى مش لازم اروح جيم، انا ممكن اقلل الضغط على المفصل، اقف بس ما اقفش كتير، امشي بس ما امشيش كتير، اقعد بس ما اتذنبش كتير، ايا كان اللي هعمله، لازم اخف اللود، اخف الحمل على المفصل، لازم التزم بتعليمات الطبيب، لازم التزم بالتغذيه المناسبه، لازم اعالج الامراض المزمنه اللي عندي عشان خاطر ما تبقاش سبب ولود زياده عليا عشان هي تزود لي الخشونه، لازم اكل كويس، انام كويس، امارس رياضه على قد ما اقدر. احلى نصيحه واجمل نصيحه اللي ما فيهاش ادويه. نصيحتي ليكم التزموا 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 بلايف ستايل مناسب عشان خاطر تحافظوا على نفسكم. إيه طب دكتور محمد، انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك جدا، وبتمنى كان وقت البرنامج يكون اطول، إيه عشان فعلا الحلقه انا في نظري انا الشخصي بدون حكم الجمهور علينا لذيذه وممتعه ومهمه وكلها نصايح جميله. إيه فانا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله باذن الله لنا لقاء تاني وثالث مع حضرتك في حلقات تانية نتكلم فيها أكتر بطريقة يعني تكاد تكون في أكتر من موضوع وأكتر من شق، لأي مشاهد عايز مننا أي حاجة في موضوع العظام، وبالتالي كمان المفاجأة اللي هتبقى بعد كده اللي هي علاج تشوهات الأطفال قدمي الأطفال سوري بدون جراحة. ميرسي لحضرتك يا دكتور، نورتنا في البرنامج. حضرتك نورتنا طبعا، وسعيد جدا باللقاء مع حضرتك، وأتمنى إن احنا نكون أضفنا للمشاهد المشاهد البسيط مش اللي عنده خلفيه طبيه ان هو يستفاد بالحلقه بتاعتنا، يعرف المرض بتاعه ايه، يتعامل معاه ازاي، يعالجه ازاي. واتمنى للجميع السلامه ودمتم في صحه جيده، وان شاء الله لقاء اخر باذن الله ونكون على قدر المسؤوليه. شكرا لزور حضرتك. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في حلقات قادمه، مش حلقه واحده، مع الدكتور محمد العطار بإذن الله في قدر أكبر قدر ممكن من المعلومات الجميلة المفيدة. نشكر حضراتكم جدا وإلى اللقاء.